السلام عليكم ورحمة الله أخواني مشاهدي ومتابعي قناة يوسف تكنو. نعتذر بالبداية عن الغيبة الطويلة للفترة السابقة، لأنه صراحة كان عندي كثير من الالتزامات وكنت مشغول بالعمل. أيضا بنفس الوقت استغلت الفترة السابقة أنه قمت بكثير من الأمور كتعديلات بالبداية للاستوديو وأيضا كتطوير لعمل القناة من ناحية بعض الأفكار. قدر الإمكان حاولت استغل الفترة السابقة ببعض الأمور اللي ان شاء الله راح اتطور من عمل القناة اكثر، وان شاء الله تنال اعجابكم ورضاكم. اول شيء انه نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره، وبعدها كل الشكر والتقدير والاحترام لعائلة ومتابعي واصدقاء قناة ابو يوسف تكنو. الحمد لله وعبرنا 100,000 مشترك، وان شاء الله القادم يكون افضل، ونحاول قدر الامكان نقدم لكم كل المحتوى اللي يرضيكم واللي يعجبكم واللي يفيدكم بنفس الوقت. وان شاء الله هذا راح يدفعنا انه نقدم فيديوهات افضل ومواضيع اكثر، وانه ننوع بالمحتوى التقني. لذلك ايضا حنتكلم عن هذا الموضوع بشكل مختصر حتى ما نطول عليكم الفيديو. لذلك حبيت اليوم اشارككم بهذا الفيديو ايضا بلحظه مميزه، اللي هي فتح درع الفضي او درع 100,000. بصراحه هذا الدرع وصلنا تقريبا من شهر العاشر، لكن اجلت فتح الصندوق كل هذه الفتره حتى اشارك هذه اللحظه معاكم. وان شاء الله اليوم راح نفتح الدرع. كل الحمد وشكر لله سبحانه وتعالى، وايضا اشكركم على دعمكم انه وصلنا لهذا الرقم، وان شاء الله نستمر نكبر كعائله متابعي واصدقاء ابو يوسف تكنو. ايضا اطلب منكم طلب صراحه، اول مره اطلب انه ايضا تدعمون صفحات القناه على الفيسبوك وعلى الانستغرام، وايضا لدينا صفحه على التيك توك. نحاول قدر الامكان انه نوسع نشرنا، طبعا الاف مراسلين على صفحات الفيسبوك والانستغرام ومساعدينهم، فاتمنى منكم دعم ايضا صفحاتنا على الفيسبوك وعلى الانستغرام، حنترك الروابط في الوصف للفيديو. اتمنى ايضا انه تقومون بالاشتراك وزياده اعداد المتابعين على الفيسبوك وعلى الانستغرام. اما الان فاول شيء عندنا انه خلونا نفتح الصندوق حتى نتشارك هذه اللحظه المميزه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا علم حتى المكان خصصنا الى المكان كما تشاهدون بالرف الاعلى. وهذه رساله من الرئيس من مدير التنفيذي تصل من يوتيوب. طبعا كما ذكرت هاي بطاقه كتهنئه من مدير التنفيذي ليوتيوب. اما هذه البطاقه فانه الشخص اللي قام بعمل او نحت هذا الدرع اسمه شخص دعريك، في حال انه كان لا سمح الله مثلا هناك مثلا مشكلة أو كسر أو حصل حادث لهذا الدرع، فإمكانك التواصل معهم حتى يرسلوا لك درع ثاني يعني كبديلا عن التم تضرر. لكن الحمد لله كما شاهد أنه الدرع سليم. ف بسم الله. إذا أحبائي كما تشاهدون الحمد لله والشكر وصلنا ل100,000، والآن عبرنا 100,000 صراحة. أشكركم من القلب على هذه اللحظة الجميلة، وإن شاء الله نستمر نقدم المحتوى اللي نال إعجابكم وإنه نتوسع أكثر. ولهذا السبب راح أعلن لكم عن بعض الأمور اللي جديدة إن شاء الله حيتكون في القناة، فخليكم معنا أيضا بهذا الفيديو. إذا أحبائي أهلا بكم مرة ثانية. كما ذكر سابقا أنه بعض الأمور الجديدة راح نتكلم عنها. أول شيء أنه بعض التغييرات أجريناها بالاستوديو كما تشاهدون، تعديلات من ناحية الشكل، وأيضا أضفنا شيء الكثير جدا من المتابعين رغبوا به، أنه خصصنا مكان خاص لمقارنة الشاشات. أنه إن شاء الله مستقبلا راح نقوم بتصوير فيديوهات مقارنة بين شاشة وأخرى من ناحية نفس المشهد نفس الصورة ونفس أيضا المحتوى. تم تخصيص مكان، ايضا لدينا التقنيات اللي نحتاجها لهذا الشيء من ناحيه توزيع الصوره، وبالتالي يكون التصوير بشكل مباشر لنفس المحتوى على شاشتين مختلفات. هذه النقطه الاولى. اما النقطه الثانيه ايضا نحب نوضحها بهذا الخصوص. تواصلنا صراحه مع كثير من الشركات، وايضا شركات تواصلت معنا، ما راح اذكر اسماء، لكن هي شركات معروفه يعني عالميا وايضا معروفه في المنطقه العربيه. ان شاء الله مستقبلا حيكون لنا تعاون مع شركات كثيره من اجل تقديم المحتوى المناسب، طبعا حسب شروط القناه ونفس ما مستمر عليه نهج القناه وانه المصداقيه الكامله
في الشروحات والمراجعات وبالتالي إيجابيات وسلبيات. لكن حتى أكون صريح معاكم، شركتين للأسف لغاية الآن تحاول تفرض شروط محددة، لكن رفضنا هذا الأمر رغم أنه للأسف شركة معروفة أو شركات هي معروفة، لكن تحاول أنه تفرض عليك شروط محددة حتى تقدم لك بعض، حتى تعاون معك أو تقدم لك منتجاتها من أجل مثلا فيديوهات فتح صندوق أو مراجعات وغيرها. لذلك احنا رفضنا. نتمنى انه يتعاونون حسب اصول العمل الخاصه المتبعه في قناتنا، انه ما يفرضون شروط. احنا شروطنا واضحه، انه ما يدخلون مواضيع المراجعات، ما يدخلون مواضيع التقييم وغيرها من التفاصيل. نتكلم بكل مصداقيه، ايجابيات وسلبيات. ايضا حتى السلبيات من نذكرها نذكرها بشكل منطقي. يعني مثلا مو من المنطقي انه شاشه تكون فئه عاديه سعرها 300 او 400 دولار، واذكر من سلبيات انه مثلا ما بها لوكال ديمينج، يعني نظام تعتيم كامل، انه ما اذكر مثلا انه شاشه 400 دولار ليست اولد، يعني هذا مو منطقي. كل شيء وسعره، كل شيء ومثل ما نقول احنا بفلوسه. لذلك من نذكر سلبيات نذكرها حسب سعرها، نذكرها حسب امكانيتها. يعني مثلا شاشه سعرها 500 دولار تقدم لي مواصفات موجوده في شركات اخرى مثلا بسعر 1000 دولار، هاي تعتبر نقاط ايجابيه. يعني ربما فيها بعض السلبيات اللي ممكن نتغاضى عنها، لكن اذا سلبيات مؤثره اكيد راح نتكلم عن هذا الموضوع. يعني مثلا عدم وجود ريسيفر داخلي في بعض موديلات الشاشات ما يعتبر نقطه سلبيه، لانه مو كل الشاشات فيها ريسيفر داخلي. هذا كمثال. لكن حتى نرجع لموضوعنا، انه مساله تعاوننا مع بعض الشركات راح تكون مو بس مساله انه فقط كفتح صندوق او مراجعات او حتى شروحات وهذه الامور، لا، حاولنا نتوسع اكثر. لذلك ان شاء الله حنحاول ايضا انه من ناحيه في حال وجود مثلا خصومات او مثلا كوبونات او تخفيضات او عروض خاصه ايضا نحاول ننشرها بالقناه حتى الناس تستفاد، وبالتالي انه ممكن تحصل مثلا شاشه او اجهزه اخرى باسعار مناسبه او سعر خاص او تخفيض او حسب هذا الامر. حاول قدر الامكان ان شاء الله انه نفيدكم بهذه الامور ايضا. لكن كما ذكرت للاسف شركتين تفرض شروط، حتى نكون واضحين اكثر، تتدخل بتفاصيل الفيديوهات. احنا هذا الامر رفضناه، بالتالي انه بعض الموديلات ربما ما راح تشوفوا لها فيديوهات فتح صندوق او فيديوهات مراجعات، او تكون نادره جدا حسب توفر شاشاتهم تحت اليد. بينما البقيه شركات، لا صراحه اكو شركات تحب تقدم لك تعاون، انه ممكن تسمع منك حتى النقاط السلبيه وبالتالي تحسن كثير من الامور. اما النقطه الثالثه اللي نحب نتكلم بيها ايضا بعد هذه النقطه، اللي هي مساله تنوع القناة. إن شاء الله نحاول الفترة القادمة ندخل في أو نتوسع في طرح أجهزة تقنية أخرى. ما راح نتكلم عن الموبايلات، الموبايلات موجودين أساتذة وبالتالي يقدمون ما شاء الله عليهم كل التفاصيل وكل المعلومات. لكن أكو أجهزة أيضا تقنية أخرى جدا مفيدة لكثير من الناس وما جات تنذكر. حنحاول نخلي هذا الأمر مفاجئة إلى أن مثل ما نقول تكتمل التفاصيل وتكتمل الرؤية كاملة إن شاء الله، حتى انه نبدا نطرح هذه المواضيع. لكن حتكون هي حركه تدريجيه بهذا الاتجاه حتى انه نتوسع اكثر في طرح المواضيع المفيده للمتابعين، وان شاء الله انه ننال اعجابكم ورضاكم، وندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا في هذا الامر. اذا احبائي اشكركم على حسن الاستماع وحسن المتابعه، وحبيت كما ذكرت اشارك اياكم هذه التفاصيل، وخاصه انه درع ال 100,000 شاركنا اياكم هاي اللحظه المميزه، وان شاء الله القادم افضل واجمل. نشكركم على دعمكم وعلى تواصلكم ويانا. ما اوصيكم لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس وضغط زر الاعجاب للفيديو. اخوكم ابو يوسف. بامكانكم زياره قناه ابو يوسف تكنو للاطلاع على المزيد من الفيديوهات الخاصه بشروحات الشاشات وشروحات عن الالعاب واجهزه الكونسول كذلك. لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل الجرس يصلكم كل جديد. We'll be right back.